السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي من قناة مدونة الأسرار. اليوم فيديو جديد وتوقعات يوم السبت الموافق 25 فبراير 2023. اليوم السبت عندنا مباريات عديدة، دوري إنجليزي، أسباني، إيطالي، ألماني، لكن قبل ما نبلش في إعطاء النصائح والتوقعات لي عدة مباريات من مباريات يوم السبت، لا تنسى الاشتراك بالقناة وأيضا الاشتراك بقنوات التليجرام. بننشر عليها قناة ورقة يوميا وقناة بننشر عليها أوراق على مدار اليوم. الروابط موجودة في صندوق الوصف، لا تنسى الاشتراك والانضمام لهذه القنوات. نيجي الآن سريعا نطلع على مباريات يوم السبت. ونختار عدة مباريات من مباريات يوم السبت. في عندنا مباريات في الدوري الإنجليزي، وفي مباريات في عدة دوريات. نيجي نطلع سريعا على مباريات الدوري الإنجليزي. في عندنا نيوكاسل يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي. نيوكاسل آخر مواجهات يعني أقل مباراة يسجل فيها هدف، إلا المباراة الأخيرة أمام ليفربول بسبب أن تلقى طرد، فيعني قلت فعاليته الهجومية. فولهام أو برايتون آخر مواجهاته أيضا جيدة، يسجل الأهداف، لكن خلينا نشوف مباراة أخرى، أرسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي. أفضل نصيحة مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. نيجي نختار من الدوري الفرنسي الممتاز، يوجد لدينا عدة مباريات في الدوري الفرنسي. راح نطلع على المباراتين سريعا، مباراة ليون في الدوري الفرنسي. ليون فريق قوي خاصة في كمان في آخر مواجهات، يسجل أهداف بغض النظر أنه أحيانا يخسر في آخر مواجهة، خسر أمام أوكسير، لكن أمام فريق إنجرز يعني فعاليته الهجومية كبيرة، وفريق إنجر يعني في آخر مواجهات أيضا يستقبل أهداف في هذه المباراة. مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. نجي سريعا نشوف إذا لقينا فرصة في مباراة لونس الفرنسي ومونبلييه في الدوري الفرنسي. عندنا مونبلييه أداؤه يعني متوسط أو أقل شوي في آخر مواجهات، لونس فريق يعني من الفرق القوية في الدوري، المركز الرابع بعيد عن المركز الثاني ب3 نقاط، لو فاز يعني بصير مركز ثاني، يحتاج إلى الفوز في هذه المباراة. المباراة حيكون فيها أهداف أيضا، مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة. نيجي نختار من بطولة أستراليا، أيضا هذه البطولة فيها أهداف، بطولة أستراليا الدوري الممتاز. نيجي نشوف أول مباراة اللي هي بين ملبورن سيتي وسيدني، فريقين أقوياء قويات من فرق الدوري الأسترالي، دائما مباراتهم تشهد أهداف، والمواجهات الأخيرة لكل فريق يعني فيها تسجيل أهداف. مجموع أكثر من 2.5 لهذه المباراة.
في عندنا نيوكاسل و وسترن، نيوكاسل جيتس و وسترن يونايتد في الدوري. نيوكاسل جيتس يعني أداؤه جيد من ناحية تسجيل الأهداف، وسترن يونايتد أيضا يسجل أهداف ويستقبل أهداف في هذه البطولة في آخر المواجهات. أفضل توقع كلا الفريقين سيسجل في هذه المباراة. طبعا أنت تختار مباراة من هذه المباريات ويعني توزع رصيدك على عدة مباريات من هذه المباريات، ما تضع يعني المباريات في قسيمة واحدة. في عنا الدوري السويسري أيضا، في برضو فرص حلوة في الأهداف. نيجي سريعا نشوف الدوري. السويسري الممتاز، الفريقين فريق في المركز الثالث وفريق في المركز التاسع. فريق في المركز التاسع يعني آخر مواجهات، رغم أنه في المركز التاسع لكن يعني بيسجل أهداف. الفريق اللي في المركز الثالث أيضا وضعه جيد من ناحية تسجيل الأهداف في آخر المواجهات. المواجهات بين الفريقين شهدت تسجيل عديد الأهداف. أفضل نصيحة، مجموع أكثر من 3 أهداف، ممكن تلعبها مجموع أكثر من 2.5. التوقعين أمان من ناحية لو أجى 3 أهداف أنت ما بتخسر فلوسك في التوقعين. وبهيك نكون وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو لهذا اليوم. لا تنسى الاشتراك بقنوات التليجرام وأيضا الاشتراك بهذه القناة وتفعيل زر الجرس. التزم بالنصائح وإدارة رأس المال، وبإذن الله يعني في أسوأ الأحوال لن تخرج خاسر وسيسهل عليك التعويض. انضم لقناة التليجرام وتابع معنا، وبإذن الله يعني بنحقق أرباح مع بعض وبندخل المباريات مع بعض والتوقعات. أيضا في هذه القناة شرحنا يعني موضوع سكريبتات الألعاب والثغرات والاستراتيجيات، ووضحنا إيش الصح وإيش الغلط، ونبهنا لعدة نقاط. بإمكانك تدخل للقناة وتشوف الفيديوهات اللي بتتكلم عن هذه المواضيع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.